أهلا بكم متتبعي أخبار المنتخب الجزائري. يبدو أن لاعبا جديدا سيلتحق بالمنتخب الجزائري شهرا ومباراة قبل، حيث قال مؤمن الصحفي ما يلي حصري: ممرر حاسم في مباراة سامدوريا ضد بولونيا الأسبوع الفارط مهدي ليريز متوسط ميدان متعدد المناصب أكد في حديث معه رسميا رغبته للعب الجزائر. بالماضي يتابع هذا اللاعب منذ أن استطاع فرض نفسه في السيري أ إلى لعب عدة مباريات. مهدي شرع في الإجراءات لاستخراج جواز سفر جزائري، تفاصيل أكثر لاحقا إن شاء الله. بالتوفيق لهذا اللاعب ونتمنى تواجده مع الخطر مستقبلا. الآن فيما يخص مباراة الجزائر والسويد، يبدو أن احتضان هذه المباراة في فرنسا يشكل هاجزا للسلطات المحلية هناك، حيث أكد موقع غازيت دي فينك أن فرنسا حائرة في استضافة الخضر في أي ملعب، حيث فضلت بين ملعبين هما ملعب فيلودروم الذي يتسع لأكثر من 67,000 متفرج، وكذلك ملعب لوهافر الصغير جدا، حيث أثار هذا سياء الجزائريين الذين فضلوا ملعب مارسيليا والذي له رمزية كبيرة، بما أن أغلب الجزائريين في فرنسا يشجعون أولمبيك مارسيليا، وملعب التسع ل 67,000 متفرج، أما ملعب لوهافر فهو صغير جدا. لا تنسوا برايك وتعليق وشكرا.